شيخ أنا جيتك على غير ميعاد، يا شيخ أنا جيتك على غير ميعاد، عندي من الهيلة عتيبة إرسالة. يا شيخ أنا جيتك على غير ميعاد، عندي من الهيلة عتيبة إرسالة. الكار للي صار شيخ، الكار للي صار غيث إلا الأجواد، ما فيه دار إلا كسبه جماله، زايد على كل العرب بل وفازات، ومشوا على منهاج زايد عياله، زايد على كل العرب بل وفازات، ومشوا على منهاج زايد عياله. يقولها بندر على رؤوس الأشهاد ويعيدها في منبر الشعر خاله على قصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسي بالخير على لجنتنا الموقرة، وعلى الجمهور اللي حاضر معنا في المسرح الليلة، وعلى الجمهور خلف الشاشات. بسم الله. تزاحم أفكار وحروف ودوات وريش تعقاب، اتعبد الدرب للحشد الغفير من الكتايب، حاجة بصدري وأنا غافل تلج وتطرق الباب، أثقل من الصم والطف من ودادين السحايب، حاجة بصدري وأنا غافل تلج وتطرق الباب، أثقل من الصم والطف من ودادين السحايب. عشبية حساب مالت بغصن الشعور وقدمت لي كل ما طاب، لا جيتها في رجا فنجال من صفر الربايب، عشبية إحساس وضاحة جبين وزينة ثياب، لو جسد تصنفوها ثامن السبع العجائب. بنت البلاغة سفيرة أمة تقرأ عند الأغراب، الأكمل بكل حرف صاغ والأطول ذوايب، استحلك الليل وادخلها حما بذال الأسباب، أمين حقبة تفوقها مجري كل هايب. نادت محمد بصوت يستثير ويسحر الباب، وجاها بهمة شباب يحث حلم بعقل شايب، أرخ روادها شعر بليغ وفهرس كتاب من عشرة فصول وتهبه من العليها بايب، أرخ روادها شعر بليغ وفهرس كتاب من عشرة فصول وتهبه من العليا هبايب، واستوطنت بالحفاوة صرح مترامي وجذاب، ماده مراحل وسبقه عز وحصنته حبايب، من كل غيمة يهل الماء ويجري كل ميزاب، وتورق أسوار وتشرع شبابيك الوهايب، تزينت به وجاز الشر عنها والزمن طاب، وصابت الخير في وقته بعد وقت المصايب، غاية طموحه لها راية ترف بكل مرقاب، بيضة وتاريخ أبيض وجه ما شاب الشوايب، في مقتبل العمر شيب بالكرم والكف ما شاب، يخطف الأنظار وخطفته من الناس النوايب، نكتب محمد خلف فالشعر من تقدير. في مكتب العمر شيب بالكرم والكف ما شاب، يخطف الأنظار وخطفته من الناس النوايب، نكتب محمد خلف فالشعر من تقدير وإعجاب، شوارد الفكر سارت له على عوص النجايب، والله يا كم حي من بين الرجال حضوره غياب، وكم ميت اللي يغيب هيقدر ما هو بغايب. سلامة. سويلم هذه قصيدة جميلة، وطبعا فيها استذكار لمحمد خلف رحمه الله، وما كان له من جهود في هذه المسابقة، وفي ما له من صفات تمتع بها ووصلت إلى الناس بكل وضوح وبكل أريحية، وقد أشاد بها الشاعر في هذه القصيدة. أنا شفت أن القصيدة انقسمت لنصفين، الأول هو الشاعر كشاعر قبل أن تبدأ المسابقة، كان كثير جدا التفاعل مع الشعر، وكان لديه شعر كثير، ويعني أسهب كثيرا في ذكر
ما كيف تلح عليه القصيدة وكيف يجملها وكيف يقولها إلى آخره. ويعني لما قال لو جسدت صنفوها ثامن السبع العجائب، هو طبعا معجب بشعره، وهذا صفات الشاعر دائما. وبنت البلاغة، ولما استحلك الليل واشتدت اللي عليه القصيدة حتى تولد إلى آخره. فالقسم الثاني جاء بعد ما فتحت المسابقة، فوجد الشاعر لنفسه مدخلا إلى أنه يشهر نفسه ويسمع الناس قصائده، ولكنه فعلا هذا تم، ولكن اللي انصرف إليه الشاعر في هذه القصيدة هو ذكر القائمين على هذه المسابقة وعلى رأسهم محمد خلف رحمه الله. الحقيقة أنه أسهب في تجميل المرحوم رحمه الله، هذا الشخص الذي قام على هذه المسابقة بكل حكمة ودراية. في عندي سويلم بدي أسألك عن وجاهة بهمة شباب يحث حلم بعقل شايب. وبعدين أنت في بيت الرقم 13 بتقول إنه في مقتبل عمر شيب بالكمر بالكرم والكف ما شاب. ليش كررت الصورة؟ يعني هنا عندي أنا صورة مكررة ما بين الشايب والشباب، وإنه الشايب صاحبه يعني يعمل بما يستطيعه الشباب وهكذا. يعني هذا التكرار كان ما أوجد ربك أنك تتجنبه. البيت الأخير كان في جمال في إنه حكمة اقتنصها الشاعر وسجلها في إنه هذا الإنسان محكوم عليه بأن يموت، ولكن كم من ميت هو أكثر حياة من الأحياء. قصيدة جميلة يا سويلم، أشكرك عليها. شكرا يا سويلم، ربي يرحم محمد خلف المزروعي ويسكنه فسيح جناته، اللي ما يزال حاضر بيننا وسيبقى بعظيم فعله ومنجزه. أنك تكتب عن الفقيد الراحل شيء يعني أشكرك عليه، والثقة العظيمة اللي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان بمقدرة أبو خلف الله يرحمه على إدارة دفة الشعر والثقافة في المرحلة اللي تولى فيها المسؤولية الثقافية في إمارة أبوظبي، كان إيمانا منه بمقدرة الراحل على صنع الفارق. وفعلا عاش الشعر في أزهى مراحل برعاية أبو خالد ودعمه لا محدود، وبهمة رجل بقامة محمد خلف المزروعي، وبهمة الرجال اللي مثله وشروات خرجوا مدرسة زايد. ما لفت انتباهي في هذه القصيدة كيف بنيت موضوعها، كيف أنك جسدت في البداية القصيدة على صورة أنثى، ويعني تناولت فيها أدق التفاصيل، مزجتها مع الشعر بشكل جميل ومتقن. يعني البيت الخامس مثلا تقول: بنت البلاغة سفيرة أمة تقرأ عند الأغراب، الأكمل بكل حرف يصاغ والأطول ذوايب. حتى دلالة الذوايب الأنثى هذه اللي مزجت بينها وبين هذه الأنثى اللي هي القصيدة، يعني كان التصوير عندك بديع جدا. واستمريت على هذا النهج إلى أن وصلت البيت 11، يوم قلت تزينت به وجاز الشر عنها والزمن طاب وصابت الخير في وقتها بعد وقت المصايب. هني انتهى دور المرأة الأنثى، وانتقلت بصورة ذكية أيضا إلى الحديث عن محمد خلف الله يرحمه، وعدت تحدثت شو اللي أنجزه بشكل مختصر وموجز وبديع ومفيد أيضا في نفس الوقت. واختتمت القصيدة ببيت من أجمل ما مر علي في وصف الرجال اللي ينجزون ويبقى ذكرهم خالد حتى وإن رحلوا. أنا يعني أقول أن محمد خلف لو بنكتب فيه مئات القصائد يمكن ما نوفي حقه ونعدد إنجازاته، وهذا النص من أجمل النصوص اللي قرأتها في رثاء المرحومة في تعداد إنجازاته. شكرا يا سويلم. سويلم بيض الله وجهك، وجهك بيض الله، والله يرحم والديك. قول أمين. أمين. ومن يقول أبو خالد؟ يعني استحضار شخصية محمد أخوي الغالي محمد خلف وأخو الجميع أعتقد محمد خلف المزروعي، جعله في الجنة يا رب، في جنات النعيم. اللهم أمين. هذا يحسب لك يا سويلم للأمانة. أنت يمكن ما عايشت محمد، ما عايشت أبو خلف، لكن كأنك حاضر في حقبة زمنية كان فيها موجود أبو خلف. طبعا أعتقد أن محمد يعني إنجازاته وأفعاله وصلت إلى كل بقاع الأرض،
ولعلك لما قلت غاية طموحه لها راية ترف بكل مرقاب، فعلا إنجازاته في كل مشاريع تنجز محمد ناجح ومبدع رحمة الله عليه. بيضة وتاريخها أبيض وجه ما شابه شوايب، وأنت اليوم والله أنك أبيض وجه يا سويل. وجهك أبيض أبو خالد. خطف الأنظار وخطفته من الناس النوايب. هذا البيت له تأثير أثر عميق جدا فعلا والله أنه خطفته النوايب. الله يرحمه. رحمة الله عليه. أنا خلني أتكلم عن الختام. الختام أنا أعتقد أنه هذا البيت راح ينطبق عليه مقولة سارت به الركبان. بيت هذا يعني سيخلد والله. كم حي من بين الرجال حضور غياب، كم ميت لو يغيب هالقدر ما هو غايب. بيت جميل وختام جميل ويخدم النصر الأمانة. طبعا المدخل والمطلع والصور الشعرية لكن أنا استغربت من عدم تعليقك وتبريرك لما قال لك أبو نزار الشيب، ليش كررت الشيب أكثر من مرة؟ بالعكس أنا أقول لا بالله لك كرر إذا بهذا الشكل، يعني في مقتبل العمر شيب بالكرم، من كثر ما هو كريم شيب بالكرم، تعب الكرم معه ووصله منتهى. والكف ما شاب، ما زال يعني شباب كفه وعطاء. الشيب الأولى اللي في البيت السابق اللي ذكره أبو نزار برجاحة عقل شايب، يعني برجاحة عقل شايب كبير السن ذو الخبرة. الحكس بصورة من أجمل الأبيات هذا أنا بالنسبة لي. كنا خالفنا أبو نزار. هذا يدل على فقر عند الشاعر في تكوين الصور الشعرية. العكس أبو نزار، أنا أشوفه لا لا من أجمل الأبيات. خالد المنهى الواحد شيب بالكرم والكف ما شاب، نفس الفكرة اللي أجت في البيتين. وهذا الشاعر يجب أن يتجنبه دائما، لأنه هو ما إذا كان قال بهذه الطريقة وأنت بتشجعه كأنك بتشجعه على ألا ينوع مصادر الصورة الشعرية عنده. هي الصورة أبو نزار هو التكرار عنده في المفردة، لكن الصورة الشعرية أعتقد ما سبق أحد عليها. لا هي نفسها، شيب بالكرم والكف ما شاب. المشبه به، أنت بتحكي عن المشبه. ترى عنا شوفوا اختلافاتنا والشكل كلها إيجابية مصالح. لا تغش الشاعر. لا أنا ما غشة، بالعكس تقدم له نصيحة غير. أنا أقول لك يا سويل مخلك على هالمنوال. الله يرفع قدرك. طيب يعني استاهل التحية الدكتور غسلان واستاذنا الغالي أستاذ حمد وأكيد سلطان والعميمي أعضاء ندرتنا القديرين حياهم الله. وأكيد شكرا لك يا سويل ومسح الله لسانك.